ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية المقامة تحت عنوان الثقافة أصالة وتجدد، انطلق ملتقى حنا مينا للإبداع الروائي بدورته الثانية في مقر جمعية مكتبة الأطفال العمومية بدار الأسد للثقافة في اللاذقية، بمشاركة مجموعة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي. مشاركتي ستكون في موتيف البحر عند حنا مينا، هو سيمة كبرى عند حنا مينا، وهو الرائد الأول لرواية البحر العربي إن صحت التسمية، وعالم البحر يدخل في تفاصيل كثيرة في حياة حنا مينا، تستجلب صورة البحر صورة البحار وتأثيره على الشخصيات. البحر هو مكان أليف وهو مكان معادي، وهنا تظهر جدلية الأنثى والذكر وتدخل في دراسات نفسية. استقصيت كثير من الدراسات تربط المرأة بالبحر، فموقف البطل البحار من المرأة هو نفس أو الموقف نفسه من البحر. اخترت امتداد آخر لحنا مينا، الطبيعة الأخرى لحنا مينا، الغابة. سأحكي عن الغابة في رواية الذئب الأسود التي كتبها في عام 2005. هي رواية جميلة جدا، تصور الفساد في معظم بلدان العالم والبلاد العربية برمز شفاف يمتزج بين التصريح والتلميح. يستنطق الطبيعة، هناك الهداهد تتكلم، أوراق الأشجار تتكلم، عندك أيضا كل شيء يتكلم في هذه الغابة، لكن يتكلم بلسان حنا مينا. حنا مينا هو عالم من أعلام اللاذقية، لذلك من الضروري جدا أن نلقي الضوء قليلا حول هذا العالم، وأن نذكر الناس بأعلام مدينتنا، وأن نسعى دائما إلى إلقاء الضوء على الآخرين أن لا ينسوا هؤلاء الأعلام وأن يبقوا في دائرة الضوء. حنا مينا قامة إبداعية كبيرة جدا، يستحق الاحتفاء به ويستحق التكريم بشكل دائم، وأعماله على الرغم من أنها درست كثيرا، وعلى الرغم من أن الباحثين كبوا على دراسة وعلى قراءة أعماله الروائية، إلا أن هذه الأعمال غنية وغنية وفيها من الأصالة ما يستجلب أكبر عدد ممكن من الباحثين ليقرأوا وليتعمقوا وليكتشفوا أيضا الجواهر المدفونة في نصوصه. كما للفن رسالته أيضا للندوة وللمحاضرة وللقصة وللشعر، أيضا رسائل متميزة. نحن علينا ومن واجبنا أن نساهم دائما في تفعيل هذه الحقول الثقافية المتنوعة، لأنها بالنهاية تخدم البنية والتكوين الإنساني للشخصية الثقافية التي هي الاعتماد عليها الأقوى في بناء الإنسان. الملتقى الذي يستمر على مدى يومين تضمن جلستين حواريتين تتناول في اليوم الأول محوري البطل الشعبي والبحر في روايات مينا، وتتناول في يومه الثاني الأديب الراحل صدقي إسماعيل وعالمه الإبداعي.